وقد أكدت مصادر مطلعة للنيابة العامة والمباحث الجنائية أن النيابة قررت حبس الوزيرة المتهمة وكذلك مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحقيقات. طب إيه حكاية عقد الزواج العرفي اللي تم العثور عليه في خزينة المجني عليه بأحد البنوك يا أستاذ مصباح؟ بالفعل فإنه يتردد بين أروقة المباحث والنيابة أنه تم العثور على عقد زواج عرفي يجمع بين الوزيرة المتهمة والمجني عليه كامل فهمي، وأن ثمة علاقة زواج عرفي كان قائما بينهما حتى تاريخ وفاة المجني عليه. معنى كده ان اكيد النيابة هتواجه المتهمة معالي الوزيرة بالاضافة الى تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد تهمة الجمع ما بين زوجين. بالفعل اذا تأكدت النيابة من صحة وثبوت هذا العقد فانها ستقوم بتوجيه تهمة الجمع بين زوجين للوزيرة المتهمة بالاضافة الى تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد اذا ثبت للنيابة تورط المتهمين في الجريمة. ونؤكد ان القضية تحتوي على العديد من المفاجآت المدوية. بابا ايه بس في ايه؟ عايزك ضروري. طيب حاضر على اذنك. بابا صحيح اللي بين قلبي على ماما في الجرايد والتلفزيون انها فعلا متجوزه عرفي من اكتر من 3 سنين. طب اهدي بس اهدي اهدي كده اهدي وطي صوتك. ماما فعلا قالت لي ان ده حصل، وقالت لي انها بتعتبر ان دي اكبر غلطه في حياتها عملتها قبل ما تتجوز، وان موضوع الجمع بين الزوجين ده ما حصلش خالص. ليه ماما تتجوز عرفي يا بابا؟ ليه ماما تعمل كده اصلا؟ ليه؟ بس يا لميس كل موقف وليه ظروفه، كل موقف وليه ظروفه. انا هخلص بس مع الاساتذه اللي جوه دول واطلعهم معاكي وافهمك على كل حاجه. انا ولا عايز افهم ولا عايز اعرف اي حاجه. طيب مش عايز اعرف اي حاجه.